إن جمهورية القمر المتحدة وهي تشارك في هذه القمة لا يحدوها الأمل أن يثمر هذا اللقاء بين الأشقاء إلى نتائج إيجابية في مجال العمل العربية المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية بل وللعالم أجمع. الحضور الكريم، تنعقد قمتنا هذه في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة وتحديات حصيرة تواجهها أمتنا العربية.